والجمعه بيقول ان البدري برأ مصطفى محمد وصلاح اكد انضمامه لمعسكر مباراتي ليبيا. اما الجهاز الفني للمنتخب الوطني بيهنئ محمد صلاح بانجاز 100 هدف. محمد صلاح الحقيقه يستحق دائما التهنئه من الجميع. الجهاز الفني للمنتخبنا الوطني هنأ محمد صلاح. اخر خبر معايا النهارده اصدار بطاقه تذكاريه لابطال مصر الحائزين على ميداليات بدوره الالعاب البارالمبيه، واصدرت الهيئه القوميه للبريد بطاقه بريد تذكاريه لتوثيق انجاز ابطال مصر الحائزين على ميداليات في دوره الالعاب البارالمبيه طوكيو 2020. صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للبريد بان ما حققته البعثه المصريه المشاركه في دوره الالعاب يعد انجاز يوضح ان الاراده والعزيمه القويه قادرتان على قهر الصعاب. اضاف ايضا الدكتور شريف فاروق ان الطابع والبطاقات التذكاريه تعد وسيله من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه وتوثيق تاريخ الامم على مر العصور.